السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا ندردش مع بعض ودخول كده بالنهار، مع ان بالنهار ده بيعمل لي قلق، بس يلا خليني انا على اللايف. على فكرة انت لو عايز الصوت يطلع يا هلا يا هلا ويا غلا، عايزه اتناقش معاكم في موضوع السؤال بتاع امبارح اللي جه على الحلقة، وبعدين الناس ابتدت تكتب تعليقات كتيرة ما بين حبايبي يعني مشفق ومؤيد، وما بين معارضين وبين مشككين في الامر. السؤال بتاع المعاصي، اولا يا جماعه احنا ما بنتعرضش في البرنامج لاسئله يعني بتتقال وكده الا لو جالنا اتصال، ولما بيجي لنا اتصال احنا بنضطر نجاوب، يعني احنا مش بنتعمد ان احنا نجيب الاسئله اللي هي خاصه بالخيانات، لا، لما بيجي اتصال زي ما انتم بتشوفوا احنا بنجاوب. ده حاجه. الصوت كويس؟ ماشي، يعني ده اهو المايك اهو. خليني امسكه كده، قولوا لي بس كويس. فطبعا احنا بنجاوب على حسب الايه، على حسب السؤال اللي جالنا في الاتصال. اتصال جالنا وواحدة بتقول طيب احنا هجاوب على ثلاث حاجات. ناس مش مصدقة اصلا ان ممكن يحصل حاجة زي كده، واللي بيعمل حاجة زي كده بيتدارك. انا عايزة اقول لكم ان الكلام ده عند فئة معينة، يعني فئة معينة من الناس هي اللي عندها الحس ده، او هي اللي عندها لا او نقول شو ده حرام وده مش عارفة ايه. وفي ناس تانية مش في دماغها، او في ناس بيبقى الغفلة من الله عز وجل هي يعني بعدها ان هي يعملوا حاجه زي كده، او ان هم يصدقوا حاجه زي كده، او انهم يبقى في دماغهم ان احنا لا دي حاجه حرام واحنا نخلي بالنا ما نقولش. طبعا الكلام ده مش عند كل الناس صدقوني. النقطه الثانيه، المجموعه الثالثه قصدي من الناس اللي هم لا دي حد وعلشان يكرهنا في المسلمين، وعلشان المسلمين بيعملوش كده، وشويه وهتيجي معايا. تعالي سلمي على المصريين، قولي لها تعالي. اي اي تمام، بتقول ده جالي 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 لا جالي تي تمام تمام. اعرفكم بقى على اسمها ايه يومنا. هاي ناس السن، هذا هو الشعب المصري. عايزه اقول لك مصر يا بنت، سلام عليكم. سلام ان شاء الله. ان شاء الله. ايه السلام، شكرا. يعني عايزه اقول لكم ديت من بقت عالميه خلاص دلوقتي. اسمر يعني ربنا يبارك فيهم، دولت من الناس الجامدين. بيسلموا عليكم، انا اروح اعمل البث فهيجي ناس. عايزه اكلمكم على الفئه الثالثه اللي جاوبت على السؤال، حته موضوع ان لا اصل دول الناس عشان يكرهونا في الاسلام ومش مسلمين، ويقولوا ان ده المنتشر. حبايب قلبي، والله انتوا حبايب قلبي، وانا يعني النساء اللي هم اللي في فئه معينه، او اللي يا حبايبي محصورين، او يعني هم اللي ده المحيط بتاعهم محيط طاهر عفيف، فبيبقوا شايفين استحاله ان كده مش ممكن فيه. بس اسالوني انا، اسالوني انا عن الفئه دي، الفئه اللي يعني اقول لكم ايه. بس مش عايزه برضو اقول واكون يعني بنشر حاجه او بشيع حاجه، بس موجودين يعني صدقوني موجودين، وعشان هم موجودين فاحنا لازم نقول. مش هنسيب ابدا الناس التانية ان هي اللي تنصحهم، والناس التانية هي اللي تقول لهم لا، وكأن دول بتوع النصح. لا، احنا ننصح بكتاب وسنه، وننصح بشرع، وننصح بستر، ونفضل دايما دايما. اجيلكم حاضر الناحيه دي، انا مش عارفه هو في ايه، ما انا ما اعرفش. خلينا اجيلكم كده، اجيلكم كده تمام. شايفين؟ يلا على بركه الله، انتوا وحظكم بقى. ان احنا نخلي الفئه الثانيه هي الفئه اللي تبقى مسيطره على النصح بالحرام او بالغلط او بـ 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 بكلام فاضي او كلام الغرب او معلومات مغلوطه. لا، ان احنا ننصح بالله سبحانه وتعالى، وبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابه اولو العرفان. دايما الناس بتقولي وين احنا نيأس الناس من ربنا ليه؟ يعني احنا ليه نيأس الناس من الله عز وجل؟ ليه نخلي ما باب التوبه مفتوح يا اخي، وما تعيرش حد بمعصيه يا اخي، واللي بيعير حد بمعصيه والله ما بيموتش الا لما بيعملها. ليه كده بس؟ لا ما نشمتش في حد، ولا نستنكر على حد توبه، واحنا قلوبنا مفتوحه وايدينا مفتوحه، قلوبنا مفتوحه لكل حد يقول انا عايز ارجع لطريق ربنا. والله
انا هصدق، انا وليه اكذب؟ طيب انا صدق، انا زي ما قلت لكم وده في الاسئله، زي ما قلت لكم انا ذات نفسي بخاف، بخاف جدا جدا، وحصلت لي هزه ايمانيه لما ستر واحده من الزوجات يعني تهتك سترها، استغفر الله، صلى الله عفو والعافيه، وبعدين قالت لا اصلها دي اول مره. انا بت الليله دي ما بتش ما عرفتش انام اصلا، وتنتني اقول له يا رب يعني انا يا رب انا مش عارفه، انا كده مش عارفاك بالشكل اللي هم بيقولوا عليه، مش عارفاك بالوصف ده، الوصف والسمت ده وصفه ربنا بالشكل ديك دي ما مش واصله لي. وفعلا كنت متضايقه جدا جدا الليله دي، لحد ما قلت لها لا ما تقنعنيش ابدا ابدا ان ده الوضع كده. والله انا والله الضغط عيل عليا، جالس ضاع يومنا، اطلبي بقى سكسو بالله عليكي واخد البنادول. ما هو يعني ما هي الاسئله دي بتجيب ايه؟ بتجيب صداع يعني بتجيب صداع وبتجيب ضغط يعني، سامحوني بقى. فاحنا مش عايزين نيأس، وما يبقاش المنبر بتاعنا انا ولا غيري ولا انتم ولا الفانز ولا اللي بيكتبوا كومنتس كلهم، لا خليكم تحببوا الناس في ربنا، وخليكم يعني بل صدقنا والله ما شهدنا الا بما علمنا، يعني اللي احنا شفناه، واحنا يعني حن شققنا على القلوب، احنا لنا بالقلوب ولنا بالظهر، وندعو الله سبحانه وتعالى ان الناس كلها تتوب. يا جماعه الزمن زمن فتن. طبعا انا لا الوم ابدا ابدا، انا لا الوم على الزوجات والسيدات والنساء اللي قالوا احنا مش مصدقين. خليكم طيبين كده، نبكوا ثواب، خليكم طيبين مكنونين كده ومقفول عليكم وحلوين، انا عاجبني فطرتكم وجمالكم ده، خليكم سيبونا احنا في معترك الحياه نتعامل مع الناس، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب يتوب على كل المسلمين والمسلمات، ويا رب يجنب الناس الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب يجنب الناس الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب يحفظ شباب المسلمين ويحفظ بنات المسلمات يا رب، اللهم امين، وارزقهم التوبه والصدق. يا جماعه ما تنفروش الناس، حببوا الناس في ربنا، وخلوا يعني كلامكم كده كلام يعني يجمع، مش ينفر الناس. تمام، ده كان ردي على الكومنتس اللي انتوا كتبتوها. انا عامله اليوم دوت علشان البث ده، علشان الاسئله اللي بتجيلنا، وانا هقرا كمان شويه عبال بس ما اخد حبوب الصداع والضغط وكل حاجه، هجاوب على الاسئله اللي انتوا هتكتبوها دلوقتي. اي والله الله، حنين بتقول امين، ماشي يا حنين، امين بتقول والله لولا ظننا في ربنا خير لموتنا. والله خليكم تحبوا ربنا، حب ربنا وظني فيه الخير يا رب، والله ما ظن، فما ظنكم برب العالمين، احنا ظننا فيك خير يا رب، والله ظننا فيك يا رب عفو وستر وكرامه ولطف. انا لو لسه جايه من موقف النهارده لو حكيت لكم عليه انا لسه كنت بعيط، مش انا اي حاجه اقولها اعيط، ما بره الحلقات هقعد اعيط بقى. يعني لطف الله سبحانه وتعالى، لما ربنا يريد شيء لعباده ممكن يومنا سكسو. اخد الحباية، معلش لما بتيجي مكالمة بتفصل عليا، خليني اخد الماء الحبوب بتاعت الصداع العظيم اللي عندي، نسأل الله العفو والعافية. لو في بس كاسه ميه. ايوه نعم بردك. المهم ان انا فانا طبعا يعني عايزاكم، معلش سامحوني بس اخد الحبوب وبعدين ارد، تكونوا انتوا كتبتوا الاسئله ماشي، اكتبوا الاسئله اللي انتوا عايزينها. النهارده هنقعد يوم مفتوح مع بعض ندردش وكده، لازم نعيد التفكير في طريقه التربيه. حنين حناني أميمي، والله جدعة، والله جدعة، حاضر حاضر. أيوة يا أسماء أحمد، جزاك الله خير. أيوة والله ربنا يشفيني ويشفي المسلمين كلهم. عبير بتقول محمد لولا عشمنا في ربنا، والله صح. أيوة والله، شكرا.
وانا لما بزعل بيجي لي صداع، لما بفرح بيجي لي صداع، يعني نفسي استقر على شيء مفيش الكلام ده. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. حتى نستناك وانا معاك اهو يعني ربع ساعه كده ماشي، نجاوب فيها على الاسئله اللي على اللايف عشان ما حدش يزعل، عشان ما بتجاوبيش علينا وما اديني بقول اهو. اللهم امين واياكم. الله يا ليفي بتقول لطفه بينا في حد ذاته اجمل عطاء. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي الجميله، الله يبارك فيكم. الله حلو اسم متوكل على الله ده. نورك يا نور كريم، ده نورك يا حبيبتي. انا مستنيه اسئلكم، ما لقيتش اسئله همشي خلاص. شكرا ليكم، شكرا. يلا احنا قلنا نعمل اليوم ده كده، احنا كنا بنعمله بالليل بس بما اننا بره يعني فقلت يلا ان شاء الله احاول اعمل لكم استوديو بره كده. اماني بتقول احبك في الله يا دكتوره، دعينا ربنا يهدي لي. حفصه بنتي عندها ثلاث سنين وعصبيه. حفصه بالله عليكي مش احنا قلنا بلاش التوصيف، بلاش التوصيف والشخصنه، وناخد ادوات الاختيار واداه المشاعر. ارجعوا للحلقات تاني تلاقوا بتاع 500 حلقه بتاعه التربيه، ارجعوها كده وخدوا كل اداه طبقوها بس في شهر، اداه واحده بس. اللهم امين. شكرا يا سماح، سماح رفعت. اللهم امين، استرنا واياك واشفينا واياك. اللهم امين. عاوزين ايه؟ مش عارف مجرد ان نجلاء ربنا يبارك فيك يا نجلاء، ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي نجلاء كريم. ده رحمه ربنا بينا بس لولا ستر ربنا علينا. يا اهلا وسهلا. طب هنقعد نقول كده كتير؟ اشوف الاسئله اللي فوق. طيب يا انا كل دي يا خبر ابيض. طيب مين عايزني ادعي له؟ اماني مرسي احبك في الله يا دكتوره. حاضر احبك الله خير باذن الله. احمد بدر ربنا يجزيكم خير، نفسي تدعي لي بسداد الدين. احمد بدري ده انا هقول لك على حاجه تحفه جدا يا احمد. النبي عليه السلام دخل على صحابي من بعد صلاه العصر، وده وقت ما كانش حد بيبقى موجود فيه، كلها نايم على تراب المسجد. فقال له، ما قال له ديون يا رسول الله، قال له هقول لك حاجه تقولها ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات اذكار الصباح واذكار المساء. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. قال والله فما زلت الزمها حتى سد الله دين. شال سد. حتى سد الله عز وجل دين. فده شيء جميل جدا يعني، ده شيء جميل. ندعي حلقه، نعمل حلقه. الله حاضر، نعمل حلقه على حلقه التوابين والاوابين. نعم العبد انه اواب، سريع العوده لله سبحانه وتعالى وكثير العوده وفيها صفه الاستمراريه. اللهم امين يا رب. طيب عندنا مصطفى بيقول، مصطفى تقريبا ده اسم بنت تاني. مصطفى سالم بيقول، دكتوره هاله انا متقدم. لا ده ولد. انا متقدم لفتاه احسبها على خير ولا ازكي على الله احد، تمنيت ليها اول ما وقعت عيني عليه. ماشي يا عم مصطفى. لكن حاسسها مهتمه جدا بمنطقه الشغل، نقطه الشغل بالنسبه لها مثلا رقم واحد، وفي المقابل مش حاسس اهتمام منها بامور البيت. كلمها صراحه. بص يا مصطفى، الحاجات دي عايزه الصراحه صراحه، كلمها صراحه قولي لها يا بنت الحلال ايه وضعك دلوقتي. انا عندي رقم واحد الاولويات، فقه الاولويات دلوقتي. ماشي احنا اتفقنا مثلا هنأجل الخلفه سنه او سنتين، في الفتره دي مثلا هتشتغلي او كذا، او وضع هيبقى ازاي. طيب احنا قررنا ان احنا هنجيب كل ده بالاتفاق، لا هنخلف مثلا بعد 6 شهور او هنخلف على طول، يبقى على الاقل الفتره بتاعه الطفل والحضانه نسال على كده واتحملك وكده، هتقدري تجمعي بين الامرين ومش هتبقي تعبانه وكذا وكذا وكذا. صلاة والعافية، مش هتبقي تعبانه والكلام ده خلاص، وهتقدري تنظمي في بيتك زي الفل ومع اولادك ومع حملك ومديه كل الامور وسوبر يعني خلاص. لكن مش هتعملي، لا يبقى في كلام. فاتكلم معاه، الحاجات دي عايزه المصارحه، وشوف رد فعلها ايه. واستخير، ارتحت على الكلام اللي هي بتقوله؟ ارتحت؟ ما ارتحتش عشان ما نعملش خناقات. عشان ما نعملش خناقات بعد كده، انا عارفه القصه دي. اسماء محمد علي ربنا يكبر بخاطر رزقني الزراسه يا رب يا اسماء، تبقى ساعه اجابه. اللهم امين. على فكره يوم الاربعاء، يوم الاربعاء في ساعه اجابه. انتظر الاثنين والثلاثاء فاستجيب له الاربعاء. اللهم اكرمك يا اسماء يا رب، انت وسالي ومنى واسماء برضو محمد ورباب، اللهم ارزقكم جميعا يا رب بالذريه الصالحه. اللهم امين. اللهم ارزقكم بالذريه الصالحه يا رب. طبعا انا عشان السماء قدامي هنا فانا بصه لسه، انا بصه لسه، مش بصه لكم، بصه للسماء.
يا رب ارزقكم بذرية الصرح يا رب تكون كده يعني تفرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كر عينكم بيها يا حبايبي. اللهم امين، ربنا يصلح حالكم. اللهم امين، اللهم امين. رانيا، رانيا احبك الله يا رانيا، رانيا المصري، الله احبك الله يا رانيا. ادعي لي ربنا يفك كربي. ماج علي مجلي، ماشي. حياتي مدمره وحزين. ليه ليه؟ اللهم انا اعوذ بك من الهم والحزن. ودي دايما كده، ادعي ربنا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كتير كتير بالثلاثه وبالعشر، ب3000 وبال10000 يفك كربك. انا اعرف واحد كان عنده كرب غير عادي، لدرجه ان هو كان عنده مديونيه، وكان عنده امر خاص بالعيله، وكان عنده امر طلاق بزوجته. بيقول بت الليله ديت من اول الساعه الثلث الاولاني من الليل لحد الفجر ما اذن، وفضل يصلي على الرسول عليه السلام بالنيه ديت، وبيقول والله ما اذن الفجر وصليت الا وكان ربنا فك كل الثلاث امور. الصلاه على الرسول عليه السلام يا جماعه، بس بقلب بقلب. جزائر، اهل الجزائر والفانز اللي في المغرب والجزائر، اهلا وسهلا، اهلا بيكم حبايبي، ربنا يبارك فيكم. نحب اهل الجزائر دول، اوروبا جميله ان شاء الله باذن الله. عندنا ضيوف من الجزائر عندنا الاسبوع الجاي، بعمل معاكم وبس معاهم، ناس جميله جدا جدا، الجاليه الجزائريه هنا، ربنا يبارك فيكم. يا رب اعطي كل حد ميز ذريه الصالحه. اللهم امين، ربنا يرزقكم يا رب ذريه الصالحه، ربنا يكرمكم حبيب قلبي. اللهم امين. شكرا، شكرا ليكم. طيب هتقولوا اسئله ولا افضل ادعي؟ احنا ندعي بقى للمسلمين كلهم ونختم على كده. المهم الحمد لله ان انا اتنقلت من مرحله من مرحله اكل القهوه للشرب، الحمد لله. كلمينا عن ماهي، ماهي كلمينا عن حياتي الخاصه. اه يعني مالها يا لعيب، اهو انا معاكم اهو بشرب النسكافيه وباخد الحبوب. ايه بقى حياتي الخاصه؟ انا ممكن ابقى اعمل لكم اقتراح كده، بناتي الحبيبات قالوا لي عليه، عايزين نفعل الاقتراح ده يوم. اسئله هنزل ان شاء الله، نزلها فين قلتوا لي؟ نعمل ايه؟ تعالي بس عشان الصوت هنا مش سامعين. سؤال وجواب على الانستغرام. اه. كل اللي عايزين يسالوا الاستفسارات والمقترحات ونعمل فيديو ليها ان شاء الله. طيب تمام. بناتي الحبيبه يمنى بتقول لي ان احنا نعمل على الانستغرام، هم فاهمين بقى بالكلام ده عشان بس انا ما فهمش في القصه دي. ونعمل اسئله على الانستغرام وبعدين نعمل كده، نجاوب على الاسئله من خلالها ونعمل بيها فيديو ان شاء الله. اعمل لكم يعني، بس برضو استنوني بس برضو مش يعني مش هخوض قوي يعني، خلوا لي العيال الخاصه دي مش كده. لكن اكيد فيها تبقى في اسئله، انا عارف انا عارفه طبيعه الاسئله، تبقى في اسئله كده الله سبحانه وتعالى يعيننا على اجابتها يعني. والله انا زهره العمر بتقول لي انا ارمله وعندي 3 اولاد، ربنا يكرمك يا زهره ويا رب يعود عليك ويخلفك يا رب خير، ويربي لك اولادك، يسخر لك ملائكه الارض والسماء ويرزقك خيري الدنيا والاخره يا بنتي، يكفيك ويقويك. اللهم امين، اللهم امين. احبكم الله. اماني، السيد ادعي لاولادي واتي بالزواج، بالزواج والذريه الصالحه ورزق الواسع والسع. اللهم امين. يزوجهم ازواج صالحين وزوجات صالحات ويرزقهم الذريه ويريح قلوبنا جميعا. يا رب ماليش غيرك بتقول. هو ربنا غفور رحيم بيغفر ذنوب. ايوه اوعى حد يأسكم ربنا، واحنا ما نبقاش عامل تيئيس، لا 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 ما نبقاش ده، احنا دايما نبشر بربنا سبحانه وتعالى. يا حبيبة قلبي هنا نجا بتقول عايزه اكون زيك. والله ان شاء الله تبقى احسن مني وافضل مني عند الله. اشتغلي على نفسك وتعلمي وخدي حاجه من كل حاجه، وقولي ان مفيش حاجه مستحيل. بوقت مذاكره ذاكري، وقت زواج اجمعي ما بين الخيرين، تعلمي حسن الجمع ما بين كذا علم وكذا حاجه، وتوكلي على الله يا بنتي. ادعو الله سبحانه وتعالى على خير. اللهم امين. معاذ كلمنا ازاي نصبر على الابتلاءات. اولا الابتلاء تمحيص، والابتلاء اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. معناه بتحب ربنا هتصبر ولا هترضى، ولا انت بتقول يا رب لك الحمد انت اي حال. البلاء، ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، فالتوبه هي اللي بترفع الكلام ده عامه يعني. انا سواء البلاء او الابتلاء حال القلب عامل ازاي، انا راضي، انا عارف يا رب انت بتختبرني، انا هصابر يا رب، انا راضي يا رب، حاضر يا رب. انجح في الاختبار، انجح في الاختبار عدى الابتلاء.
في ناس ما عندهاش هاله، في ناس ما عندهاش انستجرام. استني يا انسه، اللي ما عندوش انستجرام يبعت السؤال ازاي؟ هنعمله على الفيس، كمان نعمل بوست على الفيس ثابت ويتكتب وناخد منه. تمام، يومنا بتقول هنعمل لكم على الفيس عشان ما تزعليش. ان ليه ننوس وحموده، ادعي لي يا دكتوره لوالدك وتوفاه الله، ربنا يرحمه رحمه من عنده يا رب. اللهم امين. الله عبير الزهور، الله اللهم امين يا بنتي، تقصرنا ويغفر لنا، اللهم امين. وبشر الصابرين، ادعي ربنا يعودني الزوج الصالح وينصرنا على كل شيء، اللهم امين. ده انت اسمك في حد ذاته جميل يا بشر الصابرين، يعني ربنا يبشرك بالخير ويصبرك ويرضيكي ويجعلك من خيري الدنيا والاخره يا حبيبتي. ربنا يبارك فيكم اجمعين، اللهم امين. معلش يا دكتوره هاله، سؤال اخر. معاذ بيقول، يعني يا معاذ مش عارفه تطلع لي يا معاذ اهو، هل في ايه؟ بس اصبروا عليا. سؤال اخير، ازاي اوصل للاهل ان في طرق مناسبه للتواصل في مرحله الخطوبه، زي ما حضرتك ذكرتي قبل كده في جروب يكون والدها يكون والدها متجاوب فيه؟ قول لهم يا حبيبي، قول لهم يا ابني، يكونوا رقباء وماشي على التواصل، ترفع فيلم صح حلو، ابعت وكلم الجروب، حتى انت ذات نفسك هتكسر الحاجز بينك وبين اهلها، ويبقى حاجه جميله جدا وكلام حلو. والقول اقترح على حماك كده، قول له اعمل حاجه 1 2 3، ايه رايك؟ ونبقى معاه وانا ابقى معاك، وتواصل، هي ترد انت ترد، والدها موجود كده. وادعي، ادعي يا ابني، ادعي ان ربنا يا رب. ولما تتجوز بقى معاذ ابعت لنا علشان نقول لك بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم ما في خير. سؤال من مين؟ ايه، نجمه بي ان بتقول، انا زوجي مدمن وكنت صابره والحما هي اللي خلقت لي مشاكل ومشيت وطلبت الطلاق، لسه ما اتطلقتش، انا في جلسات وبعدها لقيت جحيم مع اهلي، وقلت ارجع زوجي مدمن وكنت في نعيم ولا عايشه مع اهل بيتي، ادعي لي وانصحيني. لا، مدمن ومش هيتوب. لا بصوا يا جماعه، في عندنا خلط، عشان بس اقول لكم، فاكرين السؤال اللي جالنا ده، جوزها مش عارفه كان بيتاجر وقال انا توبت، والناس مش عايزاها تاجر مخدرات وهيقعد وبتاع، يا جماعه والله هيبان كل الكلام ده هيبان، لكن مدمن ومش ناوي يقلع عن الادمان ومش ناوي يتوب عن الادمان ولا ناوي ان هو يخلص، ومعيشها في غم وحماتها مش عارفه بتعمل ايه دي، لا يتوب ويقلع عن هذا الامر. نكمل، امشي معاك خطوات العلاج، امشي معاك خطوات التعافي، ما فيش مشاكل، لكن ان ما يعملش، لا هتكملي على ايه؟ المدمن ما يتقعدش معاه، ده يبيعك هدومك ويبيعك نفسك، لا 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 لا، ما يتقعدش. شفت حالات؟ لا ما فيش داعي. ايه بوالي بتقول، ادعي لخالتي نهادي ان يصلح حالها ويعوضها بالشخص اللي يصونها، اللهم امين. زوجها بزوج صالح تقي نقي، الرومانسي الرباني بقى لذو العربيه. زي بنوته بعتالي بتقول لي، يا دكتوره انا دعيت والله ازرق جيز العربيه، قلت لها طبعا ده ربنا، والله مش تدعي. ادعي لفاطمه بنت دلال. والله انتوا عاجبني، راح الكومنت ما انا مش لاقي خلاص. حاضر، ادعي لفاطمه بالخيمة على الحيط الشكرا. ادعي لي يا دكتوره، بحب حضرتك دعاء احبك الله، لبنتي منى هبه صقر، ربنا يبارك لك فيها يا حبيبتي ويرزقها، اللهم امين، واجعلها من اوائل الدنيا والاخره. سعدت بيكم، ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلنا واياكم ان شاء الله. لما بلاقي فرصه بطلع لكم لايف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.